بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت العنوان Find the text displayed on the button هنحاول نحكي اليوم، عايزين نطلع النص المكتوب على البطن. مثلا هنا مكتوب نص اسمه اوكي، تمام؟ هي يا جماعة نفس الفكرة بالظبط، نفس الأمثلة اللي احنا أخذناها المرة اللي فاتت في السكريبت. بدل ما أكتب طيب هكتب إيه؟ إيمار HTML. انت فهمتني؟ طالما انر يعني بجد الفاريبل ده عايز تشيله قيمه النص اللي مكتوب، ها يا بوتن 1 ايه، انا عايز اشيله قيمه النص اللي مكتوب عليك، وبعدين اظهر لي النص ده في الفاريبل سينكس. ديت الفكره ببساطه. فانا لو رحت كده وعملت ريلود وضغطت على فايند هيقول لي اوكي، لان هو ده ايه المكتوب هنا. فانا هقعد اغير مثلا في اوكي و اوكي هاي مثلا علمت كنترول اس ورجعت اوكي، هلاقي نفس الصوره. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.